عيون جل مغمراتي يا حي مركب الدلايل. مشاهدينا متابعينا الكرام مستمعينا الافاضل، هكذا هي الانطلاقات، هكذا هي التحديات تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. شوط ختامي هذه الأمسية أعلنت انطلاقة شوطنا الثالث عشر الذي خصص للزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة على أرضية هذا الميدان وفي هذا المساء ومع انطلاقة هذه الأسماء المتميزة. مباشرة انطلق مع هذه الشعارات، اتقدم مع المراكز الأولى وشوط ختام هذه الأمسية أعلنت بداية انطلاقته ورحيل هذه الأسماء والشعارات. وهملول على المركز الأول من هجن الرياسة على المركز الأول هملول، وعلي بن ميل الوهيبي من يأتي ويدفع بهملول في أول المراكز. المركز الثاني هملول من هجن الرياسة يتابع علي بن ميل الوهيبي، والمركز الثالث مزعل القادم لسمو الشيخ خليفة بن دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتابع في عملية التضمير والتدريب النقل للمركز الرابع، وتابع شاهين القادم من هجن العاصفة في رابع المراكز بمتابعة غياث الهلالي المركز الخامس. نتابع هملول على خامس المراكز لهجن الرياسة، وعلي بن يميل الوهيبي يتابع المركز السادس شاهين لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري نقلتنا إلى المركز السابع. وتابع في هذه اللحظات القادم في المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام الشيوع القادم لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل من يتابع في عملية التضمير والتدريب. ناخذ المركز الثامن يتواجد في ثامن المراكز شاهين لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، والمركز التاسع وصل في تاسع المراكز، ويتقدم الجذاب القادم الجذاب في هذه اللحظات من هجن ساحة السلم خالد بن المر بن حلوة من يتابع الجذاب. المركز العاشر يتقدم سلهود لسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع من يتابع بوطي في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة، هكذا ندانا الأول والإعلان الأول لهذه المراكز المتقدمة والحاضرة. ونعود إلى الصدارة والمقدمة، ولا زال هملول على المركز الأول يتربع في عرش مسار هذا الشوط. هملول لهجن رياسة يتابع الظافر علي بن ميل الوهيبي من يأتي ويطلق هملول على المركز الأول والمركز الثاني، كذلك هملول بنفس الشعار ونفس المضمر علي بن ميل الوهيبي من يقدم هملول من هجن رياسة على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم شاهين لهجن العاصمة القادم على ثالث المراكز بمتابعة غياث الهلالي، والنقل للمركز الرابع. المركز الرابع وتابع في رابع المراكز بدأ يتسلل هملول من هجن الرياسة يتابع علي بن يميل الوهيبي وشاهين من هجن الرياسة القادم على خامس المراكز يتابع محمد بن عتيج بن زيتون
المهيري النقلة للمركز السادس ويتواجد شاهين من هجنة العاصمة بمتابعة غياث الهلالي النقلة للمركز السابع ويتواجد في هذه اللحظات مزعل لاسمه شيخ خليفة بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتابع المركز الثامن المركز الثامن يتقدم في هذه اللحظات. الشوع القادم في هذه اللحظات من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل هنا من يتابع الشوع القادم والمتقدم في هذه اللحظات على المركز الثامن. تاسع المراكز سلهود لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يضم رطارش بن مبارك بالقوبع. والمركز العاشر ياتي الجذاب من هجن سيح السلم خالد بن المر بن حلوة من يتابع في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة، هكذا هي نتيجتنا مع نجان الثاني ومنتصف الثمانية كيلومترات. نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة. شوط الختام، ختام هذه الأمسية في هذه اللحظات مع تقدمي وانطلاقتي الزمول بنوك الانتاج هدير الزمول في هذه اللحظات ينطلق مع هذه الأسماء ومع هذه المؤسسات العملاقة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، ولا زال هملول على المركز الأول. لا زالت الأمور مع هملول وناموس هذا الشوط، لا زال مع هملول وهجن رياسة. يتابع لي من يميل ألوهيبي من يتابع حملول في أول الأسماء من بداية هذا الانطلاق، وهو سيدا ومنطلقا بناموس هذا الشوط. المركز الثاني القادم حملول يعزز انطلاقة حملول على المركز الأول. يتقدم هنا ظافر علي بن يميل الوهيبي. المركز الثالث وصل الهلالي، تقدم غياث الهلالي يقدم شاهين القادم من مؤسسة هجن العاصفة في هذه اللحظات. المركز الرابع يتقدم شاهين من هجن العاصفة يتابع غياث الهلالي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع القادم في خامس المراكز، يتقدم شاهين لهجن رياسة على خامس المراكز والمجازف في عملية التضمير والتدريب. محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم الشوع، ياتي في هذه اللحظات مع شعار هجن الشحانيه جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. ولكن هملول بدا يتسلل من هجن رياسه يتابع ظافر علي بن يميل الوهيبي. والمركز الثامن اتابع سلهود القادم لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع من يتابعه. المركز التاسع يتقدم مزعل لاسمه شيخ خليفة بن دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين بالمتابعة وهجن العاصفة. على المركز العاشر القادم شاهين بمتابعة وتضمير من غياث الهلالي. هكذا نتيجتنا مع ندانا الثالث للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات. مشاهدينا، متابعينا الكرام، مستمعينا الافاضل، متابعينا خلف الشاشات، غادرنا المنعطف الاخير في مضمار الثمانيه كيلومترات واتجاهنا الى المقصوره الرئيسيه وحزام الغابات. هنا في هذه اللحظات على يمين هذه الاسماء المنطلقه والحاضره على ارضيه هذا الميدان. اعود الى الصداره، أعود إلى المقدمة مع اقترابنا للوحة الاثنين كيلومتر مدرج الهبوط تدريجيا إلى خط النهاية إلى ناموس هذا الشوط.
ولا زال حملول على المركز الاول. حملول من هجن الرياسة على الصدارة والمقدمة، لا زال متقدما حتى هذه اللحظات. من هجن الرياسة يتابع ويراقب في عملية تضمير وتدريب علي بن يميل الوهيبي. هنا الظافر، لا زال ظافر، لا زال ابو سعيد هو السعيد حتى هذه اللحظات بناموس هذا الشوط. المركز الثاني القادم شاهين على ثاني المراكز، والمركز الثالث كذلك شاهين من هجن العاصفة يتابعا في عملية التضمير والتدريب. غياث الهلالي يبغي آخر الأشواط كما بدأ مع أول أشواطنا في هذا المساء. قدم الشاهينية مع أول انطلاقاتنا المسائية والتوقيت الأفضل مع انطلاقة هجن العاصفة 12 دقيقة و13 و3 أجزاء من الثانية، هو توقيت الشاهينية صاحبة التوقيت الأفضل وأول انطلاقات هذا المساء. وغياث يأتي ويقاتل حتى هذه اللحظات عن آخر الأشواط. المركز الرابع يتقدم هملول من هجن الرياسة في هذه اللحظات، يتابع ظافر شاهين القادم والمجازف الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير. وصل سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يتابع طارش بن مبارك بالقوبع. وصل هملول من هجن الرياسة مع ظافر علي بن يميل الوهيبي. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، شوط الختام، شوط الختام. روح يا الهلالي، روح يا الهلالي. اللحظات الأخيرة لمن ناموس هذا الشوط، لمن هذا الشوط، شوط الفترة الصباحية. كان الهلالي حاضر مع أول الأشواط ومع آخر الأشواط والفترة المسائية. غياث الهلالي هنا يأتي مع انطلاقة شاهين. حرك يا شاهين، تحرك يا الهلالي هنا في هذه اللحظات ليقلع شاهين ليتقدم الكل. هذه هجن العاصفة، هذه هجن الشتاء والصيف. يبدأ السباق وينتهي مع هجن العاصفة، مع هجن العاصفة وجماهير العاصفة. هذه هجن شبل شيخ علي شان، هذه هجن شبل شيخ علي شان. يا الهلالي لله درك، تسلم يمينك يا الهلالي. ها هو شاهين يأتي مع أول مع آخر انطلاقاتنا في هذا المساء، مؤكدا حضور هجن العاصفة دائما وأبدا. المركز الثاني هملول من هجن الرياسة، المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة، المركز الرابع شاهين من هجن الرياسة، والمركز الخامس شاهين من هجن الرياسة. هكذا هي النتيجة، هكذا هي التحديات، هكذا هي الانطلاقات. يبدأ السباق وينتهي مع هجن العاصفة وجماهير العاصفة. هنا هي السعيدة حتى هذه اللحظات. شوط الختام يمشي مع هجن العاصفة، والتوقيت كذلك مع هجن العاصفة. 13 دقيقة جزئين من الثانية وتوقيت شاهين. تهانينا وناموس لغياث الهلالي، تهانينا وناموس لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي مالك هجن العاصفة فزاع. المركز الثاني هملول من هجن الرياسة 13 ثانية 6 أجزاء من الثانية. شكرا علي بن يميل الوهيبي، شكرا يا أبو اليميل. المركز الثالث، نتابع المركز الثالث والتوقيت لشاهين 13 3 6 تجزاء من الثانية. شكرا يا العاصفة، شكرا يا الهلالي، تهانينا والناموس للجميع.